اليوم والآن للفقرة الأخيرة وهي علم ودولة. كيف يتصرف أو كيف يربي أولاده ويؤسس بيته؟ فليتفضلوا إلى المنصة معنا تلاميذ قسم التحضيري لتقديم لنا أنشودة تحت عنوان عبد الحميد بن باديس. تصبح مهندسا ليشيد مبادئك ومساجدك المقصوفة، ومع كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم. اليوم في صالة الرحمة، صالة الرحمة كذلك متواجدة في حي بن زرقاء، أقمنا حفلا مزدوجا بين الذكرى 60 لعيد الاستقلال وبين الختام أو ختام السنة، بمعنى حفل تخرج للسنة. حاولنا أن نقدم في هذه الحفلة كل الأعمال اللي قمنا بها طيلة سنة. احنا يا طيلة السنة عدنا عدة أعمال، من ضمن الأعمال هذه عدنا يناير، عدنا يوم العلم، عدنا عيد الثورة أول نوفمبر، وعدنا عدة أعمال أخرى. حاولنا اختصار كل هذه الأعمال في الأعمال التي عرضت واللي راكو حضرتوا معنا اليوم فيها. نعم، بفضل الله تعالى وعون الجميع تم تحفل تكريمي لهذه المدرسة بتكريم كل البراعم الذين فاتوا فعل هذه المدرسة، وتم بإذن الله تعالى بنجاح. ونحن كطاقم مسير لهذه القاعة، هذه قاعة الحفلات المسمى بالرحمة، والراحمون يرحمهم الله، وهو كذلك كما قلت من قبل. إذا كل اللوازم وكل الإمكانيات أتيحت وأعطيت لهذه المدرسة. قدمنا حفل لمدرسة إحسان كان رائع وفي المستوى ما شاء الله. نشكر المديرة لإتاحة هذه الفرصة لنا، ونشكر الطاقم الإداري والتربوي أيضا وكل من ساهم في هذا النشاط من بعيد أو من قريب. شكرا لكم، وأشكر أيضا قناة الأنيس للتغطية هذه، وأشكر زميلتي مريم التي كانت معي في التنشيط. لقد استدعينا اليوم لكي نقوم بتنشيط الحفل، حفل نهاية السنة لمدرسة الإحسان. كان حفل رائع من كل الجوانب، من حيث التنظيم، من حيث التنشيط، من حيث توزيع الموسيقى وتوزيع الأطفال الصغار، البراعم الصغار أيضا. لقد كان يعني حسن لي الصورة الحقيقية للمدرسة الجزائرية، المدرسة المستقبلية الجزائرية، مدرسة الخاصة، لأن كنت دائرة في بالي حاجة أخرى، ولكن مدرسة يعني غطت جميع الجوانب، جميع جوانب الطفل. فنشكر أيضا قناة الأنيس الفضائية لتغطية هذا الحفل القيم، وشكرا جزيلا لكم. تحت تصفيقاتكم طبعا، ربي يبارك لك فيها، مبروك عليها هدية. تلميذ إنادة، التلميذ تفضل تفضل.